انت لو سمعتني اتكلم سرياني هتقول لي تتكلم كانك بتتكلم سوري، وهذا حقيقي. اصلا كلمه سوريا هي سوريو يعني سرياني بالغربي، سوريايا يعني السرياني بالشرقي، سوريايا هي سوريا. والشعب السوري الاصيل هو شعب سورياني في الحقيقه يعني. فالان نقول سريان كلدان اشور واحد، اللغه واحده، قول انه فعلا نحن اخذنا الابجديه من اللغه السريانيه. وهذا ذكره البلاذري في معجم البلدان، انه اجتمع نفر من العرب وقاسوا الهجاء، عفوا فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربيه بهجاء السريانيه. لغتنا العربيه او حروفنا العربيه ما تطورت التطور انت شايفه الان غير بعد عصور، لما وضعت النقاط ولما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وبعدين جاء ابو الاسود الدؤلي وضع النحو وغيرها، لكن الحروف ما ظهرت غير في القرن الرابع الميلادي، بينما السريانيه ظهرت تسبقتها باكثر من 1000 سنه. وبالمناسبه احنا عندنا في ناس يقولون عكس هذا الامر، في ناس يقولون العربيه هي الاولى، في ناس يقولون ذلك، في ناس يسموها اللغات العروبيه، في ناس يقولوا انا سالت الدكتور حسن ابو الحسن تسميها اللغات العروبيه؟ قال انا افضل اللغات الساميه، وهذا الاسم الحقيقي. اما ان اللغه العربيه هي ابو اللغات وغيره، حندخل حتى في موضوع طب مين العرب؟ طب مين اول ذكر للعرب؟ طب هل سيدنا ابراهيم كان عربي؟ انا اميل سيدنا ابراهيم كان كلداني، ولد في اور 1815 قبل الميلاد، كيف يكون عربي؟ اسماعيل ولد 1700 قبل الميلاد، طب في عرب قبل اسماعيل، في ثمود. ثمود سبقوا اسماعيل، عاد سبقوا اسماعيل، هود سبق اسماعيل، صالح سبق اسماعيل، كيف تسمي اسماعيل؟ ولا تعتبرها نقص انك تقول اسماعيل ابو العرب المستعرب. لاحظ ان القران الكريم هو اول كتاب عربي. القران الكريم هو اول كتاب عربي. العربيه اللي اتكلم بها انا وانت الان هي عربيه في رايي. هي عربيه عباره عن مزيج بين العربيه الجنوبيه واللغه السريانيه. ثاني شيء، القران الكريم فيه كثير من الكلمات والجمل التي لها أصول غير عربية، وهذا لا يطعن في القرآن. إخي أسماء الأنبياء كلها أعجمية، أسماء الأنبياء إبراهيم، إسحاق، يعقوب، إسحاق يعني ضحاك بالعبرية يتسخاك، إسرائيل يسرائيل، أسماء التي تنتهي بإيل يسرائيل، جبرائيل ميكائيل، جبرائيل رجل الله، إسرائيل يصارع مع الله، ميكائيل من مثل الله، شمعائيل سمع الله، سمع الله ندائي لما سيدة هاجر سمته. هذا لا يطعن في عروبية في عروبة القرآن الكريم، لكن نحن نقول إنه هذه عبارة عن أشياء ذكرها الصحابة. إذا أنت أو إذا حضرتك يعني عفوا والمشاهدين عنده شك في هذا الكلام، ليفتح كتب التفسير ويجد أنه هناك كثير من الكلمات قال عنها المفسرين هذه سريانية وهذه عبرية وهذه كذا، لكن ما يتكلم في المفسرين ويتكلم في شاب ممكن طرح الشيء ده لأنه سهل الهجوم عليه. أنا ملزم الآن أن أقول للناس أنه هذه المعلومة هي المعلومة الصحيحة. ما تشاهدونه في مدائن صالح، وهذا اسم حديث بالمناسبة، هذه ليست إلا مقابر للأنباط، وكتب عليها بالخط النبطي أن هذه المقبرة دنة أو دنة أو دنة كفر دي عبد، يعني هذا القبر الذي صنعه، واسم الحشيكو برحميدو مثلا، يعني ثمود ما لهم أي علاقة بما نشاهده الآن من أحسنت عارف الجبال المحوتة وما إلى ذلك. خلينا نكون دقيقين، الحجر الذي ذكره القرآن هي ثمود نعم، لكن ما نشاهده الان ما نشاهده الان من تسمى المونيومنتس او الـ 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 المباني، هذه نبطيه 100% ولها ارتباط وثيق جدا بتلك التي في البتراء في الاردن، لانه في الاخير الانباط اسسوا مملكتهم في البتراء ونزحوا جنوبا الى الحجر. ايوه تشوف القواسم مشتركه حتى في طريقه البناء. والخط هو اللي كشف لنا اشياء كثيره جدا، شاف اللغات القديمه ايش فائدتها؟ ما تعتبر ما ان هذا يعني على قولتك مثل لا انه الطيور طارت برزاك خلاص يا اخي، لغه لن نستفيد منها. بالعكس يا أخي، اللغة العبرية جمالها إنها لغة الأنبياء. اللغة السريانية جمالها الحقيقي إنها لغة المسيح عليه السلام. إذا استشعرت هذا الشيء، طبعا اللغة السريانية لغة التجارة ولغة الحضارات ولغة الممالك القديمة ولغة سوريا ولغة كذا، لكن إذا استشعرت هذا يا أخي على الأقل أنا أريد أن أعرف المسيح كيف قال أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم صلوا لأجل الذين يضطهدونكم.